أخبار اليوم. هنتناول دلوقتي السؤال الثاني في علم الاجتماع، ودوت يعتبر سؤال اختياري. عندي 4 نقاط المفروض ان انا بختار منهم 3، واجمالي الدرجة بتاعته 9 درجات، لكل جزئية 3 درجات. الجزئية الاولى بتقول حدد الشرط اللازم للتنافس لكي يؤدي وظيفته الاجتماعية. احنا عارفين ان التنافس ليه وظيفة اجتماعية، بس عشان يؤدي الوظيفة بتاعته لازم يكون الأطراف المتنافسة تكون متساوية من حيث القدرات والإمكانيات، يعني يكون بين قوتين متعادلتين، لأن لو كانت الأطراف المتنافسة غير متكافئة أكيد هينتصر القوي، ولو انتصر القوي أكيد هينهزم الضعيف، ولما الضعيف ينهزم هيحس بالروح المعنوية منخفضة، وقد يلجأ إلى الطرق الغير مشروعة للانتصار أو للفوز، وبالتالي المجتمع هيعتبر كده خسر أحد الأفراد أو الأعضاء النفعة، ويعتبر ضحية للتنافس الغير متكافئ. الجزئية الثانية من السؤال الثاني بيقول أذكر 3 عوامل لتطوير السياحة. طبعا احنا عارفين ان السياحة من ضمن الظواهر الاجتماعية أو من ضمن الحاجات الأساسية في المجتمع، وخصوصا ارتباطها بالاقتصاد القومي وانتعاشه. فعشان أطور السياحة من أجل صالح بلدنا المفروض إن احنا نطور وسائل النقل والمواصلات، إن احنا نقدم يكون في تقدم للوسائل الإعلام، نحسن جميع النواحي الاقتصادية للأفراد، نزود الدخل بتاعهم بحيث يبقى عندهم فائض علشان حتى يعملوا سياحة داخلية، يبقى عندهم وقت فراغ، يبقى عندهم أجازات مدفوعة الأجر، الدولة تشجع وتعمل عملية تنمية وتخطيط للسياحة، المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية تحاول إن هي تنظم العمل السياحي وتثير اهتمام المجتمع بذلك. وإذا ذكر الطالب أي عوامل منطقية لتطوير السياحة هياخد الدرجة كاملة إن شاء الله. عندي الجزئية الثالثة بيقول برهن بالأمثلة على أن الانحراف أمر نسبي من وجهة نظر علماء الاجتماع. بنقول علماء الاجتماع أكدوا على أن الانحراف ليس أمر مطلق ولكنه أمر نسبي. نسبيته بترجع لكثير من العوامل، ممكن عامل الزمن، ممكن عامل المكان، عامل الثقافة، عامل الموقف إلى آخره. فبنلاحظ أن عندي السلوك ممكن يعتبر منحرف وفي مجتمع ثاني ما يعتبرش منحرف. عندنا الإباحية وشرب الخمر يعتبر سلوك منحرف في المجتمع الشرقي والمجتمع الإسلامي، ولكن في الدول الغربية الأمر عادي. عندي نسبية الموقف برضو، بنلاحظ إن إحنا لو شخص قتل شخص طبعاً ده يعتبر انحراف وجريمة ويعاقب عليها قانون، ولكن الجندي في الميدان لحفاظاً على الوطن ده بيعتبر مش انحراف. عندي تعاطي المخدرات، ممكن شخص يتعاطى مخدرات فدوت انحراف، ولكن بعض المرضى عندما يتناولوا نسبة من المخدرات لتقليل أو تخفيف أثار حدة الألم الناتج عن المرض لا يعتبر انحراف. ومن هنا بنؤكد أن الانحراف ليس شيئا مطلقا ولكنه نسبي كما أكد عليه علماء الاجتماع. عندي الجزئية الرابعة بنقول الجهد المبذول في السياحة الأساسية أقل من الجهد المبذول في السياحة السنوية. ترى تأيد ولا تعارض؟ المفروض أن أنا من خلال دراستي بعقب وبقول أن أنا أؤيد ذلك. ليه؟ لأن السياحة الأساسية هنا بنقول ذات الطلب الأساسي مرتبط بموسم الأجازات أو مرتبط بطقس الدولة اللي السياح بيروحوا فيها أو بتستضيف السياح، يا إما بترتبط بثقافة السياح السابقين، فقد تكون السياحة ثقافية أو ترويحية أو في شكل نوع من أنواع المغامرات. أما السياحة السنوية دي مرتبطة بانخفاض نسبة الأشغال، وبالتالي بتبقى عايزة تزود نسبة الأشغال، بتخفض سعر الغرفة، سعر التذكرة، بتسهل إجراءات الدفع إلى آخره. وبالفعل بنلاقي إن الجهد المبذول في تنشيط السياحة الأساسية أقل من تنشيط السياحة السنوية. السؤال الثالث